حسب الاحصائيات. 1907 كان متوقع ان انت تعيش ل 46 سنه، 1957 كان متوقع ان انت تعيش ل 66 سنه، سنه 2007 كان متوقع ان انت تعيش ل 75 سنه. هل فكرت ده ممكن يكون معناه ايه؟ هل فكرت بعد كام سنه عمر الانسان ممكن يوصل لكام؟ هل ممكن عمر الانسان يفضل يزيد لحد ما البشريه تبطل تموت؟ الارقام الحاليه بتبين قد ايه تقدمنا في الطب والهندسه مد عمر الانسان بشكل غير عادي. زمان حتى لو كانت الدوله متقدمه زي انجلترا كان متوقع ان انت تعيش ل 35 سنه. ده مش عشان انت هتموت وانت عندك 35، ده عشان اغلبيه الناس كانت بتموت وهي اطفال. الحياه كانت صعبه قوي، اطفال كتير كانت بتموت وهي بتتولد. نسبه موت الاطفال في بعض الدول كانت بتوصل ل 40%، يعني كل 5 اطفال في 2 بيموتوا. ولو عشت من كل الحاجات دي في امراض قاتله يا بابا. زمان كان في طاعون في بعض القرى كان بيقتل 80% من سكانها. انت متخيل 80% من المدينه تختفي؟ زمان كان في الانفلونزا الاسبانيه اللي اصابت اكتر من 500,000 بني ادم وقتلت على الاقل 50 مليون شخص. ولو عشت من كل ده زمان كان في حروب، حرب 30 عام، حرب 100 عام، حروب عالميه وحرب بارده، انت لسه عايش. لكن تعال بص على الزمن بتاعنا دلوقتي، النهارده بقى في ولاده امنه لنسبه كبيره من سكان العالم، النهارده نسبه الاطفال اللي بيموتوا اقل من 1%، النهارده بسبب التطعيم والمضادات الحيويه في امراض اختفت، امراض انقرضت، النهارده على حسب كتاب للدكتور ستيفن بينكر دكتور في جامعه هارفارد، ده تقريبا اكتر وقت مسالم في تاريخ البشريه، حتى الحروب يا راجل، زمان كان في حروب بتخلص في 100 سنه، النهارده في حروب بتخلص في 6 ايام، وعلى حسب التوقعات سنه 2050 متوقع ان عدد الناس اللي توصل ل 80 سنه يزيد 3 مرات، يبقى ايه؟ شكلنا هنعملها ولا ايه؟ كل الاشارات رايحه هذا الاتجاه، بننتصر على الامراض وعلى رائز العنف، فاضل ايه؟ فاضل الشيوخ. ولا في دراسه سنه 2014 منشوره في نيتشر كوميونيكيشنز لقوا ان حاجات بسيطه جدا زي تقليل الاكل على حسب ما فهمت ممكن يزود عمر الفئران 50%. يا فرحتي، ما انا ممكن اعيش كتير وتبقى صحتي تعبانه. على حسب التجارب دي الفئران كانت اقل عرضه ان يجي لها سرطانات وامراض القلب وشويه حاجات كده. مش بس كده، مش لازم تضغط على نفسك وما تاكلش. في عمليه اسمها بارابيوزس كانت بتتعمل في القرن 19، كانوا بيوصلوا جسمين ببعض، يعني يخلطوا دم الجسمين. المهم العلماء في الخمسينات لاحظوا حاجه غريبه جدا، لما كنت بتمسك فرع جوز وفرع شاب وتعمل لهم عمليه البارابيوزس توصل جسم بعض، فار العجوز زي ما يكون بيصغر في السن. واضح ان دم الشباب كان بينعش العجوز. دي كانت حاجه غريبه جدا. بس تخيل انت لوهله بتعكس الشيخوخه، بتعكسها. وفي دراسه في جامعه كامبريدج لقوا ان دم الشباب بيساعد في شفاء امراض العمود الفقري. في دراسه ثانيه في جامعه هارفارد لقوا ان دم الشباب بيساعد في زياده الخلايا العصبيه. والعلماء تقريبا قدروا يحددوا مين ممكن يكون مسؤول عن هذه الاصلاحات. زياده هرمون اسمه جي دي اف 11 في الدم بيزود الصمود في العضلات وبيعالج تدهور الحمض النووي. اسمع واحد بيسال، طب الاعضاء بايظه؟ لا اعضائه بتفشل. احب اقول لك ان عن طريق الخلايا الجذعيه احنا نقدر نعمل الاعضاء يا بطل. بس لو جالك فشل كلوي نجيب لك كليه جديده نعملها لك يا باشا. أمورنا. ولو عندك بعض التحفظات عشان الخلايا الجذعية وعن طريق عملية اسمها دي سيلولاريزيشن نقدر ناخد قلب خنزير ونحوله لقلب بني آدم. قلب خنزير هو أصله شبه جدا قلب البشر، بناخد خلايا من عندك ونحطها على هذا القلب ويبقى قلبك يا معلم. في هندسة الأنسجة لو ما بتحبش الخنازير، دكتور في معهد كارلينسكا المعهد المسؤول عن جائزة نوبل في السويد عمل عملية حول فيها التراكية الحتة دي، الأنسجة هو عملها وبعدها أكتر من 12 عملية عملها. هندسة الأنسجة ده مجال بينمو بسرعة جدا لو ما بتحبش الخنازير يعني جاست إن كيس. كون أنت تقدر تنتج العضو وتدهنه بخلايا الشخص بحيث ان جهاز المناعه ما يبتديش يهاجمه، دي حاجه ثوريه جدا. ايوه خلاص حلينا المشكله. لو حاسس ان انت ما فهمتش حاجه فمش مشكله، اللي بحاول اقوله ان احنا بقينا جامدين جدا في التصدي لبعض الامراض. ليه بقى ما نمنعش الموت تماما؟ احنا عندنا ادويه للامراض، وقايه من الامراض، مفيش عنف وكل حاجه زي الفل. المهم كل هذه الاكتشافات دفعت كتير جدا من العلماء ان هو يقول لك خلاص ما عادش في سن ما نقدرش نتعداه، يعني حاجز ال 122 سنه اللي وصلته السيده الفرنسيه جان لوي كالما ممكن نتخطاها، نقدر نعيش أطول من كده. الغريب دراسة مرعبة كانت منشورة من كام شهر لقينا ده. شكلك ما بتعرف فاهم حاجة، أنا فاهمك أهو اصبر عليا. من تقريبا أول القرن اللي فات وعمر البشرية عمال بيزيد، إلا آخر 30 سنة عدد الناس اللي بيوصلوا للمية ما عادش بيزيد زي الأول، ده وقف مكانه. لو ركزت شوية هتلاحظ إن عدد الناس اللي بتوصل لأعمار عالية قوي ابتدى يقل. لو أنت شخص من التيار المتفائل دي مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لك. احنا مش كنا لسه متكلمين ان كل حاجة بقت حلوة وان التكنولوجيا عمالة تتقدم وان ده كله زود العمر الافتراضي بتاع البني ادم؟ مش المفروض الحاجات دي كلها تزود عمر الناس وتزود الاعداد اللي بتوصل لفوق المية؟ ايه اللي حصل؟ احصائيات زي دي عملت خناقة كبيرة جدا في المجتمع العلمي. هل يعني خلاص الدنيا كده وقفت؟ عمر الانسان الطبيعي ما يقدرش يتعدى ال 120 سنه؟ وبيني وبينك صعب الواحد يتخيل حياه من غير موت، ما اكيد فعلا لازم يبقى في نهايه، ويمكن نهايتنا في الحاله دي ال 120 سنه. فكر فيها، كلنا اتولدنا لقينا كل حاجه حوالينا بتموت، مفيش حاجه بتعيش الا ما لا نهايه، حتى شمسنا العظيمه كلها 4 5 مليار سنه وتختفي، الشمس الكبيره دي هتموت. وزي ما قلت دايما في مخيلتنا كبشر ان كل حاجه ليها نهايه، شكلنا كده وصلنا لاخرنا. في العموم كان راي كتير جدا من العلماء ان الدراسات دي مش حاطه في حسبانها ان ممكن يبقى في تقدم تقني يزود عمر البشرية، وان حتى لو في وقوف مش بالضرورة الوقوف ده يبقى طويل. محدش عارف التقنيات الجاية ممكن تعمل ايه، بس في رأيي الشخصي عشان نعرف اذا كان ممكن الانسان يعيش للابد لازم نعرف الموت، لازم نعرف يعني ايه موت.
يعني ايه نهايه الحياه؟ والسؤال الان يعني ايه حياه؟ والسؤال الاكثر اهميه، حياتك انت مين؟ هل انت جسم بيموت بامراض؟ ولا انت اخلاق بتموت بفواحش؟ ولا انت ذاكره بتموت بالنسيان؟ ولا انت فكره بتموت بتخلي اصحابها عنها؟ قبل ما نسال السؤال اذا كان ممكن نعيش للابد، لازم نعرف احنا ايه وحياتنا ايه، وبعدها نقدر نسال اذا كانت حياتنا فانيه ولا لا. ومين عارف، مش يمكن نقدر ناخد شخصيتك ونحطها على فلاشه ونستنسخها مليارات المرات ونبعتها لكل حته في الكون، وبالتالي نضمن ان انت مش هتموت ابدا. بس هيفضل السؤال، انت انه واحد في الفلاشات دي؟ عشان كده لازم نعرف التعريفات دي ونبتدي بيها. شكرا. واخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تشوف المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت وتستناها الاسبوع الجاي. يا حلو، شكرا جدا. وتعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب طبعا.